اللي تشوفيه كل يوم مو قليل، لازم يكون فيها العنيد، واللي تحب أكلها كأنه من برا، واللي ما يحب يأكل شي بايت، واللي ما تتنازل عن الطعم، واللي يحب أكله حار، واللي يحبه نار، واللي يحب شي مع وشي بدون، واللي 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 انت بس اللي تعرفي كل واحد فيهم. مع جودي عندك أكثر.